السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أعلام ماريا أم آدم. اليوم بغيت نقترح عليكم واحد الفطائر، يمكننا نسميوها فطائر العش، يمكننا نسميوها ميني بيتزا، يمكننا نسميوها بيتزا الكاس، اللي تتجي رطبة هشيشة بواحد الحشوة مالحة بنينة بزاف. بقوا معايا حتى تشوفوا المقادير وطريقة التقديم، وهاد الفطائر يعني تستحق التجريب. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للحشوة عندي هنا الفلافل الملونة، هانتوما تتشوفوا الصفراء والخضراء والحمراء، وعندي هنا بصلة كبيرة، بصلة بيضاء أنا درت، هادي ردها تشحر لي، نزيد عليها واحد جوج معلقة ديال الزيت فاش تشحر، ودي نزيد عليها ونزيد عليها واحد شوية ديال الملح على حسب الذوق. نخليها هنا حتى تدبل لي الخضيرة واحد شوية على نار عالية باش ما تطلقليش الماء، وعاد ندوزو للمكون الاخر اللي غادي نزيدو ليها. يعني هاد الحشوة هكا بالفلافل والبصلة تجي بنينة، خصوصا مع الدجاج او مع الكفتة. بعد ما طاحت لي الخضيرة يعني البصلة والفلافل، غادي نزيد لها واحد الحبة ديال الطماطم اللي قطعتها هكا، يعني تتعطيها واحد البنة روعة، يعني ديك الحمودية مع البنة ديال البصيلة والفلافل تتعطيها واحد البنة روعة. وغادي نزيد ليها تقريبا 250 غرام ديال السدر ديال لاداند. انا تنقول لكم دائما السدر ديال لاداند كنشريه وتنطحنو راسي، طحنتو مع واحد جوج ديال الفصوص ديال الثوم، ما تنطحنوش يعني رقيق هكا، يا غير يعني طريفة ما صغاريش وما كبارين. انا ما تتعجبنيش الكفته هكا، كنشريها مطحونه، يعني كنديرها دائما هذه الطريقه. ونخليو الحشوه ديالنا تكمل طيابها. بالنسبه للبهارات، انا عندي هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال سكنجبير، والبهارات المشكله او ديال الشاورما او المهم بهارات وصافي. صافي ونخلطوهم ونخليو داك الدجاج ديالنا حتى يطيب واحد شويه. بالنسبة للعجينة عندنا هنايا واحد المعلقة كبيرة ديال الخميرة على حسب الجو، غنزيدو عليها واحد المعلقة ديال السنيدة ونكبو عليها واحد شوية ديال الماء، غير واحد شوي، حركوها واحد تحريكة خفيفة ونخليوها واحد يعني تقريبا واحد خمسة دقايق على ما تنسج من هاد الخميرة وتخمر لنا. من بعد ما تفاعلات الخميره مع السكر، غادي نزيد لهنا معلقه ونص ديال زيت العود، واللي ما عنده زيت العود بامكانه يدير الزيت العاديه. نخلطوها ثاني معها، نسج من غير واحد شويه. نزيدو دقيق ديال الفرص، انا هنايا عندي نص كيلو، نزيدو لها الملح الكافي، معلقه ديال الملح يعني ملح حسب الذوق، نديرو نسج معاه ونبدا نخلط. ودي نعجنوها بالماء دافي، العجينه ما تكونش تتلصق في اليد وما تكونش قاسحه. صافي نقدر نزيد الماء دافي وانا تنخلط. يعني بالنسبة للماء ما نقدرش نقول لكم الماء شحال، على حسب الدقيق واش يتشرب ولا ما تيتشربش. حنا تنخلطو يعني راه ما تنعركوها ما والو، تنخلطو تنشوفو بيدينا صافي. انا ما ديش نزيدها الماء، صافي هذا هو القوام اللي بغيت يكون فيها. دابا تجيك تتلصق في اليد، ولكن ان فوا تتخمر ما تتبقاش تلصق في اليد.
صافي تنخلطوها غير هكا بيدينا يعني بلا عريك بلا حتى شي حاجه. صافي دابا غادي نغطيها ونخليها تضاعف الحجم ديالها، ومن بعد عاد ندوزو للتشكيل ديالها. بعد ما خمرتنا العجينه وتضاعف الحجم ديالها انتما يعني بلا ما عركنا، شوف ما شاء الله كي دايره معروكه وزانه. خرجوا من هذاك الهواء، ودابا غادي ندوزو نديرو كويرات صغار يعني على حساب الحجم اللي بغينا. يعني انا هذا الحجم هذا بركه عليا. هاد العجينه تجي مفشفشه غزاله. ونديروها يعني في اللاطه متباعدة واحد شويه لان باقي غادي يضعف الحجم ديالها، وباقي غادي نضغطوا عليها بالكاس. هنا غادي نغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم حتى يضعف الحجم ديالهم، وعاد ندوز للتشكيل الاخير. من بعد ما خمرت لينا العجينه وضعف الحجم ديالها، ناخذ واحد الكاس ولا اي حاجه ندوزو شويه الطحين، وغادي نجيو للوسط ديالها هنا ونحاولوا نضغطوا. يعني على هذا الشكل هذا باش نديروا هذا الوسط يكون عندنا مجوف. انا خديت هذه الغطايه ديال الترموس، هي اللي زعما جاتني القاع ديالها مساوي. نستمروا مع القاعه نكملوها. دائما نمروا هذا الكاس ولا هذا نديروا في الطحين. بعد ما كملتهم كاملين غادي ندير لهم هنايا شويه ديال لوصوص بيزا. كنحاولوا نوزعوها هنا. درنا لها لاصوص بيتزا في الوسط. انا هنايا عندي الموتزاريلا وعندي فروماج حمر. بالنسبه للموتزاريلا تنقطع بهذا الشكل هكا باش تعطيني التعليكه، كل وحده تندير فيها طريف ديال الموتزاريلا. من بعد غادي نبدا ندير الحشوه اللي وجدت. تنحاولوا نقدو لهم العمارة كلهم. انا تعجبوني عامري، ما تعجبنيش ديك البيتزا اللي فيها واحد الطريطيقه، تعجبني تكون عامره بالحشوه. من بعد غادي نزيد واحد شويه ديال الزيتون قطع، وبغا يدير زيتون الكحل حتى
تيجي بصراحه افضل. هنا سنضيف لها هي واحد شويه ديال الفرماج يعني حتى تطيب وهي باقا في الفران، عاد تنضيف لها تنزيد لها الفرماج باش يبقى هكاك معلك من الفوق. ودابا غادي ندخلها الفران اللي انا سخنته من قبل على درجه حراره مرتفعه، ودابا غادي نقص ليه ونخليهم يطيبوا على خاطرهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا ديال العش، تتجي هكا رائعه مفشفشه. هانتوما شوفوا، نحاول نقسم معكم واخا باقا سخونه، نشوفوا التعليقات. تجي روعه، وديك الطريقه ديال الفرماج اللي وريتكم.